قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعا قوميا يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة. وخلال جولته بمقر الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الوزير إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تسهم في الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين منظومة الخدمة المقدمة لمجتمع الأعمال. وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب مع ترقب للمستثمرين سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم، ليسجل المعدن الأصفر 2757 دولارا و99 سنتا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، في حين لمس عيار 21 سار وصل اليوم إلى 1080 جنيها، وسجل عيار 24 1235 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8640 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بإشارات بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.66%، ووصل السعر اليوم إلى 100 دولار و99 سنتا للبرميل. أيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 58%، ووصل السعر اليوم إلى 93 دولارا و6 سنتات للبرميل. أيضا امتدت الارتفاعات لأسعار المازوت وارتفعت عالميا بنسبة 1.29%، ووصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و93 سنتا لكل لتر، في حين انخفض الغاز الطبيعي ووصل سعره اليوم إلى 9 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، وانخفض بنسبة 84%. تراجعت أرباح الشركة الصناعية في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث استمر الاقتصاد في مواجهة اضطرابات إغلاقات كورونا والركود المستمر في قطاع العقارات. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح في الفترة من يناير وإلى يوليو انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق. يأتي التراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي بالصين، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين. ذكرت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على تعزيز التعاون والتواصل في مجال سلاسل الإمداد عن طريق إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تعهدا أيضا بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات صناعية جديدة مثل صناعة الهيدروجين، كما دعت سول إلى إحراز تقدم فعلي في المفاوضات الاستثمارية المشتركة بين البلدين بموجب اتفاقية التجارة الحرة. قال وزير الخارجية المكسيكي إنه من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق هذا العام. وأوضح المسؤول المكسيكي أن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا بلاده بأنه من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022. وتوقع وزير الخارجية المكسيكي موافقة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري على تحديث الاتفاقية المبرمة معهم بالفعل. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وفاطمة خليل. شكرا لك يا كفوري.